اليوم شريت أقوى سيارة في أمريكا، وقبل ما تشوفونها خلني أقول لكم قصتي مع السيارات. قبل سنتين شريت أول سيارة لي، وعلى طول صار لها حادث. والوضع الفترة الأخيرة صار كل شوي إني أروح أخذ سيارات العيال، واللي هي دائما أطلعها بالفيديوهات وأصور فيها. وبيني وبينكم صراحة خلاص يعني صرت أستحي من العيال، لأني صاير غثيث كل شوي أطلب أحد سيارته، فصرت أروح بدون ما حد يدري عشان أسرق سياراتهم. أما عرفتوا كيف سمعتوني؟ المهم هذه آخر سنة لي في أمريكا، وكنت أقول ما أحتاج أشتري سيارة لأنه خلاص ما بقي شيء وأتخرج، بس مع الوضع ذا صار لازم إني أشتري سيارة. فتقريبا صار لي أسبوع أدور على سيارة مناسبة لين حصلت واحدة ورحت وشريتها. طيب إحنا في المواقف الحين، وسيارتي وينها؟ سيارتي الجديدة هذه هي. السيارة زي ما تشوفون مرة قديمة، والشيء الحلو انه ما حد من العيال يدري اني شريت السيارة هذه، فاليوم بفاجئهم فيها ونشوف ردة فعلهم كيف. السيارة قاعدين نقرب منها، فش اسمه؟ بس قبل ما افاجئهم لازم اعرفكم على السيارة شوي. الحين بناخذ السيارة برا عشان اوريكم اياها زي الناس، لانه احنا في مواقف زي كذا في ظلام وما اقدر اوريكم زين. فبنشغل السيارة الحين وان شاء الله ما تفشلنا، يعني بحكم انها قديمة وزي كذا، ان شاء الله من دقة واحدة تشتغل. شو اسمه؟ سيارة قديمة مرة ثانية. الله الصوت. ما يحتاج أقول لكم طبعا، المعروف لا يعرف. عندنا البهبهاني موديل 1985، يعني قديم بس إنه جامد، شكله جامد، كل شيء كلاسيك، فمره رهيب. زي ما قلت طبعا السياره موديل قديم وزي كذا، فزي ما تشوفون الحوض اللي كان يستخدمه كان حاطه في مزرعه، كله مصدي، بس ان شاء الله بنحاول نعدله زي كذا عشان يطلع، عشان تصير افضل سياره في العالم. الاشياء اللي فيه مره بسيطه، يعني بس صدى، يعني خرابات الحمد لله ما فيه. اوكي يمكن في خرابات بس شوي، بس يعني مع التصليح ذا بيرجع كويس. الزبده في شخص ما يدري عن السالفه، واللي هو تقريبا اهم واحد من العيال، لانه ساكن معاي وانا وياه صراحه طفرنا من اوبر. فعلا الحين هو ما يدري عن السياره اللي شريتها ومخطط افاجئه فيها بعدين، بس الوحيد اللي يعرف عن الموضوع وساكت هو دخيل الله. هنا طبعا دخيل الله قاعد يسبح، فان شاء الله اموره طيبه. ثبتته هنا عشان يصير خلاص دائم مكانه هنا، اذا جيت تتمشى ولا شيء يجي يتمشى معاي. فكفك كفو، مبسوط. هذا حديد، مو هو شو اسمه بلاستيك زي السيارات الجديده. فاخيرا يعني اقدر اقول لكم اني الحين اقوى واحد في الشارع، والمطر مره قوي، فخلني اوريكم اياه من داخل. طيب ممكن تسال، طيب السياره قديمه ليش شريتها؟ وش فيها مميزات؟ لحظه، طيب مميزات انه فيها اصوات من كل جهه. اوكي كذا قفلنا السياره، تركسون حدايد، فاذا صدمت كذا على طول تخش في الحديده خلاص، يعني حياتك انتهت. فلازم تكون مركز، هذه ميزه السيارات القديمه، ان تعلم كيف تكون مركز في السواقه. سياره جديده شاشه ومدري ايش، تقعد على الجوال زي كذا تخش حوادث ما ينفع. ميزه السياره ذي انه كل شيء تسويه بنفسك زي ما قلت، فلازم تفتح الشباك بنفسك كانه نشب. والله شكله بنطول، شكله بخلص اليوم احنا ما فتحناه. ايه كذا خلاص. المكيف ما ادري اذا يشتغل ولا لا، الحين ما جربته لانه الجو كويس، فليش احتاج مكيف؟ ما احتاج مكيف. هذا مكان تزبن فيه اغراضك، بطاريه والاشياء ذي، يعني سيارة قديمة زي كذا، فتحتاج أغراض تصلحها كل شوي. مشغل هذه حقت المساحات على أساس إنك قاعد تسوي شيء، بس ما قاعد تسوي شيء صراحة. أوه معليش، لا والله زعل، حط راسه على كتفه. شوف كيف، يلا نرجع نروشه بعدين ان شاء الله. جايين المحطه الحين عشان نعبي السياره بنزين، لانه السياره دي تحتاج بنزين مره كثير، فبتشفط مني فلوس، بس يلا عوافي تستاهل. تعال شوف الرمز، لا 5 4 3 2. السيارة زي ما قلت لكم ناقصها اشياء كثير، بما انها قديمة ومصدية شوي، وطبعا قبل ما نروح عند العيال لازم اخلي شكلها رهيب، والحين تقريبا اهم شيء ناقصها موجود هنا في البقالة. طبعا هذه البقالة اللي جنب السكن حقنا، افضل بقالة في الحياة، لانها ايش؟ فاتحة 24 ساعة، بس احنا جايين هنا عشان شيء واحد مهم، والعادة انه يكون هنا بين الاشياء ذي.
هذه من اساسيات شو اسمه من اساسيات البهبهاني. المشروب طبعا مشروب البهبهاني ما حد يختلف عليه، ديو يجيك زي كذا كبير وتقعد تشرب فيه طول طول الرحله حقتك. كذا اخذنا كل شيء، يلا نزين السياره بالاشياء اللي شريناها تونا. فصفص لازم يكون مع الشماغ، فصفص والديو طبعا يكون تقريبا كذا يكون مع حراره السياره يسخن عشان اشرب حار، ايش اشرب بارد سنوات، فاديو حار افضل. اي بي سي 1 2 3 درينكس. سواقه السياره مره جامده كذا، انا الحين ماسك الشارع احس اني الوحش في الشارع. فزي ما قلت لكم مساحات ما لها فايده، يعني شوف ما قاعد تمسح شيء بس شكل شغال الحين، لازم تحسب لي انها تشتغل. معليش يا مساحات تشتغل كيف في امريكا هنا اذا ما معك سياره ما لك فايده في الحياه، من الاخير ما لك فايده. فالسياره يعني في امريكا مره شيء مهم، يعني شيء اساسي. ابغى نقطه اشاره، معليش يا الربع معليش، ما بهالو زي كذا تعرفون ما احترم الانظمه. دخل الله والله زعلان مره، معليش دخل الله، خلاص باقي لنا شوي ونوصل. كذا تقريبا كل شيء جاهز، والحين رايحين عند العيال عشان نشوف رده فعلهم كيف. السلام عليكم، شو اخبار؟ سيبي وش ذي الشقة الزينة؟ أول مرة أجي شقتكم، على البركة والله الشقة. توكم بس كم صار لكم هنا ساكنين؟ شهرين. شهرين، شهرين وما حد ناداني. آخ القهر ليش؟ غير كري. شو اسمه مشغولين؟ آسف. أوكي يلا بمشيها لك. لم يشوف غرف حنا، لم يشوف غرف نوم، لأن كيف تعرف الشخص؟ من غرفة النوم حقته. غرفة مقبو هذه، كافي الغرفة. والله جامد السرير. أخيراً صار عندك غرفة. أخيراً والله. قبل طبعاً مكوالي ما أدري، قبل في المدينة كان مشرد كل شوي عند أحد. فالحين. هذا لا تفضحنا. عادي عادي المدينة ميانة ميانة معهم. في نفس الوقت بروح نفاجأ واحد من العيال اللي حالته تقريباً قريبة من حالتي لأنه ما عنده سيارة وكان يسرق سيارات الشباب. فقلت خلني أروح أفاجأ بسيارة الجديدة. ضحكين عليه في الشقة، معطينه شقة فيها بلكونة، هذه أصلاً مو بلكونة، شوف كيف. أنا أخش منها، أنا أستعملها كباب. فمسكين المفروض ما أضحك عليه. ما عنده سيارة. اللي ما يعرف أنا وأبو العبد زي كذا طبعًا كنا إيش نخش على الناس نأخذ سياراتهم وزي كذا، بس أنا الحين إيش تغيرت. سبت الحالي. خليتك الحالة قبل عبد، أنت الحين الحالة. تعال بنروح نوريك السيارة. خليك تسوق وخليك متى ما تبغى تروح البقالة ولا شيء يعطيك إياها بدل العيال ما يقعدون يذلونه، خلاص بعطيك سيارتي. المهم زي ما قلت لكم ما حد يعرف عن السيارة شيء، فسألتهم إيش يتوقعون السيارة اللي ممكن أشتريها. بما أن الحين طلعنا برا أبغاكم تعطوني تخمينكم وشو. طبعا مطر زي كذا فبسرعة. هاينداي هذه الكواية. ما أدري كذا سيارة قديمة فيها استكرات واجد ورسمات وحق فلة كذا وضحك. أنا قاعد أقول للعيال اليوم أنا أحسها سيارة صغيرة لونها أصفر مربع كذا. لا تقعد تدور انت، لا قاعد تدور، لا تدور. طبعا كذا كويس ما حد قريب من السياره اللي شريتها، فقلت خلي استهبل عليهم شوي. ايش رايك؟ خيرك في الشر. لا خلي طلع مفتاح فلوس اليوتيوب وزي كذا فسيارتنا. اركب حبي يلا. تعال تعال مي حقتي. السياره قاعدين نقرب منها، فش اسمه تشوفون السياره ذيك؟ ام التكوما هذه هي. الله كو حاطين فنانة. تدري ايش السيارة وينها؟ هناك شوفها. مستحيل يا بليو. ايش رايك؟ ها؟ عندنا مونتي بياخذ الشرف انه يشغل السيارة اول واحد من العيال. احس شباك بس ادف اياك. ايه ساعدني ساعدني شوي بس مو تروح بعيد مونتي. عطها واحد عطها دقه. اوه ابو لعبه تاخرت عليك انا، بس قلت لك بتضرب. قلت لك ايش؟ بكون فخور فيك. بتفتخر فيني. والله بياخذون فر الشباب، فانا بتعلق هنا وان شاء الله ما يصير لي شيء. يلا بسم الله. دخيل الله كيف الامور؟ لا 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 بطيح 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 بيطيحني ذا. ايش فيه؟ ايش خليته يسوق وانت ذا؟ لا 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 وانت ذا البزر ايش حطيت السياره وانت؟ الناس تتطور وفلوس يوتيوب. وانا ارجع بالزمن. ها؟ اي مشوش يا ولد مشوش على السياره. لا لا هذا عند ابو العبد ايش قاعد تسوي انت حبيبي؟ ايوه ايوه شوف الزميل هناك. والله بس بس خلاص خلاص مسد حبابه. ها مقبالي كيف ايش رايك؟ والله توقعت ولا ما توقعت يا مقبو؟ ما توقعت. يا اخي منتي خرب السياره. منتي ليش عطيت؟ ليش ما ادري ايش عطيته منتي ده؟ والله خرب السياره. والله الفرامل معدوم. فرامل لا وين معدوم؟
فرامل جديد توي شاري السيارة. لحظه شوي بالعبد هذا شيء فرامل فيه فرامل عنية. اسمع طالع في الطريق ايش رايك؟ في حوسه شوي طالع في الطريق تعرف بالعبد انت زي اخوي وزي كذا فما تبغى عندك مشوار عشان تفصفص او شيء كفو. المهم بما ان عندي سياره الحين قلت لازم اروح اشتري هديه للناس اللي كانوا يعطوني سياراتهم لان صراحه كانوا يساعدوني في اوقات مره كنت احتاجهم فيها. الحين طبعا جايين كريسبي كريم عشان ايش؟ نكافئ العيال اللي كانوا يعطونا سياراتهم وقت الازمات وكذا. هذا طبعا مصنع كريسبي كريم دونات وفلاف زي ما تشوفون، يعني الدونات يجيكم طازجه. طبعا الشغل هنا مره سريع لانه المصنع جنبنا، شوف ياخذون كذا يحطونه في صناديق بعدين يعطونا اياه. فعندنا الدونات هذه، هذا ايش كذا؟ قناة فيها فلوس ولا طفرت من السيارة؟ لا قناة فيها إن شاء الله فيها فلوس. جدي مشغول أنا ولا بدفع باليوم؟ أعرفك أبو ده. بعد أخذت الدونات ورحت على طول عند العيال، بس المشكلة مع قوة المطر أتوقع المايك خرب وما صار يسجل شيء. خاص خرب من الصباح وإحنا تحت المطر. فشاور على السريع، خذ شاور. واخيرا الحين بنروح نفاجئ أهم شخص واللي هو الروميت ماجد اللي ساكن معاي، وتحمل الصوت شوي لأن المايك ما كان يسجل شيء. ايوه يا اخوان سيبين زين برامج ما شفناه من الصباح. هذا هو يلا محمد ابغى اشوف خير لو غير ما بتعجبك اللي تطلع سيارة. اهم شيء سياره تودينا والمار تودينا حمام. هذه اهم نقطه صح. احنا جتنا فتره صراحه كم سنه كامله نسرق سيارات خرجاتنا هنا بس جنبنا، فخلاص احتاج سياره احتاج خلص امورنا. المهم بما انه ما يعرف ايش السياره حبيت العب معاه لعبه واخليه هو اللي يدور عليها. احنا طبعا الحين في المواقف حقت السكن، فزي ما تشوفون هنا في سيارات كثير جنبنا، وهذا الحين بخليه يمشي ويشوف ايش السياره اللي خلاص بتصير تودينا تجيب. انا اعرف انها قديمه مستحيل انك تشتري فيك. روح امشي او لا مستحيل انه هذا وش سموها البيك اب هذه؟ لا سلامات وش سلامات لا ايش فيك؟ شفته مخلى وش اسمه؟ ها؟ الخليل وش اسمه خويك؟ شفت حصان؟ بخير الله كم قطعة بخير الله نسيت اشيله. طيب تسألني ايش مميزات السيارة؟ هاي على طول شوف فيها كل شيء انا فيها كل شيء انا الى الان يعني كل شيء عاجبني فيها كل شيء مميز فيها مكيف والله فيها مكيف استهبل وين يطلع من وين يطلع الهواء؟ ما ادري هو بس انت تشكله وتبرد السيارة والله اسطورية وذا محتوى مطلع محتوى لا اجل اشتري سيارة تمشي فيها لازم محتوى. ها دور مين الحين؟ شكل بفتح بزنس الفرب 10 ريال وهاتك عبيها بنزين كل يوم.